كل بنت جواها موهبة انها تتبع الموضة والفاشون وتشوف ايه الجديد وتشوف ايه اللي لايق عليها. عندنا جنون من واحنا اطفال صغيرين ان احنا نتفرج على الازياء وعلى الفساتين وعلى الالوان الحلوة، ولكن هل كل واحدة فينا فيها موهبة التصميم او موهبة انها تبقى عارفة تظبط لبسها مع بعضه، ولا ده بيكون بالدراسة ولا بالتعود ولا بالمشاهدة؟ ده اللي هنعرفه من خلال ضيفتنا اللي معانا النهارده، مصممه الازياء ايمان يحيى. اهلا بيك يا ايمان. اهلا بحضرتك ايمان. انت درستي حاجه بعيده تماما عن الشغل اللي انت اشتغلتيه. ايوه بالظبط. درستي ايه؟ انا درست هندسه عماره، اتخرجت في 2008. اتعملت مسابقه ما بين العماره والازياء، يعني كان ميكس ما بين العماره والازياء. المفروض ان احنا كنا هنعمل اوتفيت كفاشن بس بفكر معماري. يعني طب ودي تيجي ازاي يا مان؟ هقول لك انا نفسي مش عارفه اتخيلها. هقول لك عماره وفاشن. هقول لك يعني المفروض ان احنا كان عن المفروض ان احنا نختار وحده هندسيه بطريقه الاوريجامي، والمفروض ان احنا بنكررها بنمط معين من خلال معادلات رياضيه معينه. يعني مثلا الوحده دي بتكبر او بتصغر في اتجاه الاكس او الواي او الزد، يعني بالطول او بالعرض او بالورب، وبالتالي بتديني تشكيل معين. المفروض ان التشكيل ده هعمل بيه اوتفيت. فانا عملت اوتفيت استوحيته من المحاره. تخيلت ان انا مثلا لو انا عندي محاره وعملت لها افراد، فالمفروض ان انا ابتديت اعمل من الكتف لفت حوالين الرقبه، لفت حوالين الصدر، وبعد كده نزلت بديل على الجنب. يعني استوحيتي شكل المحاره في اللبس. بالظبط المحاره اللي هي المحار نفسه يعني. بالظبط بالظبط. بس والحمد لله اخدت عليه المركز التاني. وبعد كده لقيت بقى ناس كتير بتتكلم في ان انت عندك موهبه في التصميم وانت لازم تكملي في الفاشن. يعني انت نفسك ما كنتيش واخده بالك ان انت عندك موهبه في ده. بالظبط. غير لما نفذتي او اتحطيتي في الموقف. بالظبط. طيب بعد ما اتحطيتي في الموقف وخدتي المركز التاني، لقيتي ان ده انسب ليكي من هندسه عماره؟ انا لقيته مناسبني انا كايمان، لان انا من وانا صغيره انا كنت بحب ارسم الفساتين. يعني كنت اي ورقه او اي قصقوصه بقعد ارسم عليها فساتين، وكنت بحب جدا الرسم. كنت بدخل مسابقات رسم والحمد لله كنت باخد فيها برضو مراكز. فانا كايمان وطبيعتي كانثى ان انا بحب اعمل ستايلنج، بحب انقي الالوان على بعضها. ده مناسبني اكتر ان انا يعني انا ماشيه فيه اكتر، والحمد لله قادره ان انا اعمل فيه ابتكار وقادره ان انا اضيف للازياء، مش بس بصمم على مستوى الشكل، لان ناس كتير قوي بتصمم في الفاشن على مستوى الشكل. لا ويجي طبعا في التنفيذ تلاقيه مش ملائم لحد، لا مش قصه أو التنفيذ، هو شكل بس على الورق. مش قصه التنفيذ. هي ناس كتير فاهمه ان الفاشن مجرد ان احنا بنعمل شكل خارجي حلو او فستان حلو. الموضوع اعمق من كده. مصمم الازياء المفروض يكون عنده ثقافه. يعني انا مثلا دلوقتي داخله اصمم حاجه في العصر الفرعوني، مش هجيب مثلا صوره حتشبسوت وهحطها على الدرس. لا، المفروض ابقى دارسه الفراعنه. الفراعنه كانت حضارتهم ايه، ثقافتهم ايه، كانوا متاثرين بايه، كانوا بيحبوا الوان عامله ازاي، كان لبسهم ازاي، طبيعه عملهم. كل الحاجات دي بتحدد مثلا هم المفروض يلبسوا ايه في مناسباتهم بعد الظهر في الاعياد وهكذا. فالمفروض اذا ده بيستدعي الدراسه، انك تبقي عارفه انت بتعملي ايه. بالزبط. مش مجرد شطحات فنيه كده من طبعا الدماغ. طبعا يعني طبعا مصمم الازياء المفروض يكون مثقف. ده رقم واحد. غير ان هو يكون مثقف، المفروض ان هو يقعد يقرا كتير ويتفرج كتير. انا مثلا هعمل مثلا كولكشن عن العصر الروماني، المفروض ان انا برضو اقعد ادرس في الرومان مثلا هم كانوا الوانهم ايه، كان مثلا طبيعه الحياه كانت ايه. بالظبط بالظبط. يعني مثلا الرومان كانوا محاربين، ونتيجه لان هم كانوا طول الوقت محاربين ما كانش عندهم وقت ان هم يفصلوا فساتين، فكان لبسهم اغلبه عباره عن قطعه قماش بتتلف. بالظبط. بيلفوها بقى حوالين وسطهم، بيرموها على كتفهم، بس بتبقى منسدله. وبالتالي كان بيبقى عندهم درابس كتير. كان بيبقى عندهم مثلا قطعه القماش دي
قافلين عليها مثلا بحزام، فهو ده اللبس اللي كان معتاد، وبالتالي بقى اغلب التصميمات الرومانيه بتلاقي فيها درابس كتير. فانا المفروض كمصممه ازياء المفروض يبقى عندي ثقافه، المفروض اصمم على كونسبت، يعني يبقى عندي فكره استلهم منها التصميمات، طيب مش مجرد بصمم شكل خارجي. بخلاف الثقافه، يعني انت لو طلب منك ان انت تعملي تصميم مثلا لمسلسل في حقبه زمنيه، فانت عارفه هتتصرفي ازاي، طبعا انت عارفه طبعا طريقك ايه. طبعا لما بتشوفي بقى قدامك بنوته كده وتقول لك لبسيني، اول حاجه عينك بتقع عليها او اول حاجه بتراعيها ايه؟ تفاصيل جسمها، لون بشرتها. يعني مثلا ما ينفعش ان واحده تبقى عريضه قوي من تحت ولبسها حاجه كلوش، لان انا كده كاني بعمل سبوت على عيون بقول بصوا جسمها وشوفوا بالظبط، الديفو. اللي هو مثلا هي اصلا عريضه من تحت، طب البسها كلوش ازاي؟ واحده مثلا تكون هي سليم قوي، يعني هي مثلا جسمها سليم قوي، ما ينفعش البسها حاجه تايت، والا انا كده برضو بعمل يعني سبوت على عيوب جسمها. لا، المفروض ان انا البسها حاجه نازله على كلوش، اعمل لها حاجه مثلا يعني فيها انت وسط بتراعي حزام. اول حاجه انك تداري ديفوهات الجسم بالظبط بالظبط وتظهري جماليات الجسم برضو في بالظبط نفس الوقت. بالظبط بالظبط. طيب التصميم اللي معانا ده بقى ايه موضوعه؟ عشان ده جميل قوي على الصبح. ميرسي منعش يعني. ميرسي. المفروض ان احنا كنا بنصمم في العصر الروماني. انا لما اجي اتكلم عن الرومان وهدرسهم كويس، هلاقي ان هما يعني مسيطر عليهم نقطتين مهمين جدا. اولا هما كانوا ملوك، لان الامبراطوريه الرومانيه كانت في الفتره بتاعتها كانت مسيطره على العالم طبعا، فهم كانوا ملوك، فبالتالي ازاي اقدر اعبر عن الحته الملكيه في العصر الروماني؟ ممكن اعبر عنها من خلال التصميم نفسه يكون فاخر، ممكن يكون التصميم نفسه تكون الاقمشه مثلا مختاره برضو اقمشه فاخره. زي مثلا انا في اختياري للقماش ده انا حاولت اجيب قماش مخملي، لان برضو الاقمشه المخمليه دي بتعبر عن الفخامه. وطالع موضة كمان السنة دي بالظبط قوي. بالظبط. الماتيريالز نفسها، يعني مثلا البراش ده فضه 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 بس، فانا حاولت ان انا اختار خامات فاخره. في نفس الوقت الرومان كانوا واريورز، يعني كانوا محاربين، فبالتالي كان عندهم قوه. ازاي هقدر اعبر عن القوه دي في التصميم؟ ممكن يكون القوه من خلال ان استخدم لون قوي او تاثيره قوي. هم كانوا مثلا لون فج. بالظبط مش لازم يكون فج، في الوان بتدي احساس بالقوه، يعني هي ليها قوه في شده التاثير، زي مثلا اللون الاسود. هم الرومان كانوا بيحبوا اللون الاسود جدا، اللون الذهبي، اللون الاحمر. اللون الاحمر برضو من اكتر الالوان اللي ليها شده تاثير على اللي قدامها، وهم كانوا بيستخدموا اللون الاحمر كتير. حاجه برضو من الحاجات اللي انا مثلا حاولت احط سبوت عليها كواريورز مثلا او كمحاربين، ان هما كانوا بيلبسوا اوشحه، فانا بالتالي عملت فكره الوشاح بس بفكره مبتكره شويه. هتلاقي ان الظهر ان هنا الديل مش جاي شابك من اخر الفستان ونازل على تحت عادي، لا ده جاي شابك من الاكتاف، فانا كده عبرت عن فكره الوشاح بس بطريقه مبتكره. بس خلينا نتكلم في ان ده مش اي جسم يعرف يلبسه، طبعا يعني ده محتاج جسم بمواصفات خاصة. موديل. اولا محتاج واحدة موديل رجليها رفيعة، جسمها متناسق جدا مع نفسه. ممكن حد تاني يشوفه يقول لك مثلا ايه، طب غطي لي الجناب، طب اقفلي لي الصدر شوية، قصري لي الديل. الديل من ورا. التعديلات دي انت بتبقي شايفة انها بتبوظ لك تصميمك، ممكن ما تعمليهاش؟ لا، ما هو الفكره في حاجه، ان لو حد مثلا جاي انا هصمم له، هو انا بصمم له اللي يناسبه، انما انا لما يعني هطلع مش الكولكشن بتاعي انا بتعرضي. بصمم اللي يناسبني انا كايمان، انا بصمم رؤيتي انا، انما لما حد يجي هصمم له، لا طبعا هصمم له اللي يناسبه على حسب، يعني لو واحده محجبه غير لو واحده مش محجبه بس متحفظه غير لو واحده مش متحفظه وهي جريئه، في شخصيه جريئه. مصممات بيبقوا حابين يقلبوا اللي قدامهم، يغيروا الحالة الاعتيادية اللي هم فيها. فلو لقيتي واحدة بتبقى لابسة طول الوقت المقفل والداكن، بتبقى عايزة تديها الألوان الزاهية، يعني في ناس بتبقى أفكارهم كده، انت منهم؟ يعني شويه، يعني انا ما بحبش امشي على راي الكلاينت للاخر. انا حتى من ايام كنت بشتغل في عماره،
او كديزاينر، والا انت جاي لي ليه؟ طب ما خلاص، طب ما تجيب لي صوره من على النت، الصوره اللي تناسبك وانا هعملها لك. نفذ اللي انت عايزه بقى. بالظبط، انا بحاول ان انا اشوف اللي قدامي عايز ايه واعمله بطريقتي. يعني انا اشوف انت دماغك ايه، انت بتحبي ايه، انت مثلا كلاسيكيه خلاص اوكي، انا فهمت مثلا جزئيا ان انت كلاسيكال، هديكي التاتش اللي انت عايزاه. بالظبط، هعمل حاجه كلاسيكال بس بذوقي، بتصميم. بس تتعبي في الاقناع انك تقنعيهم؟ بصراحه شغل مع الستات صعب قوي. يعني ارضاء الستات اصلا بطبيعه الحال صعب جدا. بالظبط، احنا نفسنا ملناش خلق على بعض يعني. بالزبط. اصلا لا، انا بتعب في المعامله مع الناس عامه، لان انا من الناس اللي خلقها ضيق. لا اللي هو يعني اللي هو يعني انا مثلا مش هقعد اهاتي معاك يعني. انا ده تصميمي، انت اقتنعت اوكي، ما اقتنعتش خلاص روح ندفع عشان ديزاينر تاني يعني. صحيح. بس اصل انا هقول لك على حاجه. فضل. يعني في الحته دي مهما انا حاولت امشي على دماغ اللي قدامي، كل حد بيحب اسلوب حد معين يعني. صحيح. انا مثلا انا كايمان، انا ممكن يكون الطب بالنسبه لي روبرتو كافالي مثلا، انطونيو الكسندر ماكوين سوري مثلا. انا بعشق المدرسه بتاعت الكسندر ماكوين، اللي هو تفاصيل كتير وبيطلع اللوك الغجري بس باسلوب معاصر. ما خلي بالك برضو ان الكلاينت اللي بيجي بيبقى عارف الستايل بتاع فلان ايه. يعني في ناس مصممين ازياء بيحبوا الاستراس الكتير، بيحبوا اللبس المكشوف. بالزبط. في مصممين تانيين بيحبوا الحاجات الواسعه اللي فيها حراير، اللي فيها قطيفه. بالزبط. فاللي جاي لك بيبقى عارف انت شغلك رايح فين. كل حد وليه توجه معين، وكل حد وليه مدرسه يعني. اللي هو انا لو حاولت اعمل حاجات مثلا يعني سامبل قوي مش هعرف، لان انا بهتم جدا بالتفاصيل. حتى لو انت واخده بالك في الفستان، اللي هو مهتمه الحزام شكله ازاي، طب ورا الاكسسوري عامل ازاي، طب الدرابس، طب اللي هو كل حته بقعد افكر فيها. ده انت بتطلعيه في رسم الموديل نفسه؟ طبعا طبعا. يعني من البدايه بتبقي حاطاه؟ طبعا. رسم الموديلات صعب؟ يعني كنت بشوف زمان الجريء والجميلات كانوا طول ما هم قاعدين يرسموا حاجات كده يعملوها ازاي دي؟ ما هو بالتمرين، ما هو انت بتتمرني. يعني احنا معانا بخصوص بالظبط الرسومات اللي ظهرت. ده رسمك انت؟ ده رسمي ودي تصميمات. ولا حاجه، احنا انا بدرس يعني زي ما قلت لك، انا سبت انا يعني مبدئيا انا ما سبتش العماره اوكي. يعني انا ستيل لحد دلوقتي. انت مكمله في الاثنين مع بعض؟ بس انا انجح في الفاشن. ما هو لازم كل واحد يعترف هو انجح في انهي حته. كل بني ادم بيبقى عارف نقاط القوه ونقاط الضعف فيه. بالظبط. فانت بتبقي عارفه ان انت واخده ده ككارير اساسي في حياتك، وفي نفس الوقت بتحققي الهوايه اللي انت بتحبيها. ده حقيقي. بس انا عايزه اقول لك على حاجه وبعد كده نرجع للصور دي. انا دايما بقول انا لو شاطره كمصممه ازياء فانا شاطره، لاني انا شاطره كمهندسه معماريه اولا. البيز الاساسي عندي. ليه بقى؟ ليه بقى هقول لك؟ لان مصممين الازياء في الغالب، في الغالب يعني انا مش عايزه اقول كلام يزعل حد بس انا صريحه. في الغالب هم زي ما قلت لك بيصمموا على فورم يعني. مصمم الازياء يعني ازاي اطلع فستان شكله حلو. تمام. فاحنا بنصمم على فورم، انما في العماره احنا بنصمم على نفسيه مستخدمين، البيئه المحيطه عامله ازاي. لازم يكون عندي فكره، الفكره دي هي اللي هتطلع لي المساقط الافقيه، وهتطلع لي الواجهات، وهتطلع لي المشروع ككتل. انا عندي ابعاد كتير جدا. انت شغاله بالابعاد في العماره والمقاييس؟ لا مش قصدي، بس قصدي عندي ابعاد انسانيه، وعندي ابعاد بيئيه، وعندي ابعاد فكريه وفلسفيه. فكره فلسفيه يعني، انا عندي حاجات وظيفيه يعني، بفكر في الوظيفه. فانا بس انت كده بتتكلمي عن مصمم الازياء كما لا ينبغي. انا بتكلم في العماره. انا في العماره اتعلمت ان انا افكر الابعاد دي كلها. لو طبقتي ده كمصممه ازياء. بالزبط. فانت بتعملي زي ما قال الكتاب. بالظبط. هو ده اللي بقى ظاهره موجوده دلوقتي، او مش دلوقتي بقى لها فتره، هي مصممين الازياء اللي بيروحوا يجيبوا موديلات من بره ويبتدوا ينفذوها او يطبقوها هنا. بالزبط. او يشوفوا ايه الجديد في الكتالوجات وفي المجلات الاجنبيه، وساعات بيطلعوا يشتروا لبس ويجوا يبيعوه هنا على اساس ان هو تصميم. رايك ايه في ده؟ والله لو هم صراحه مع الكلاينت وقايلين ان ده مش تصميمهم، وهم مجرد ما بيجيبوا موديلات من بره، مش عيب يعني. دي احنا بنشوف فنانات كتير بيتصدموا انهم يحضروا بموديل ويلاقوا السوشيال ميديا بقى جابت الموديل ده، مين كان لابسه ومين 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 ممثله اجنبيه كانت لابساه. هم نفسهم يتصدموا، يقولوا ده انا جايباه من فلان المصمم العربي، ازاي الفنانه الاجنبيه كانت لابساه قبليه؟
بالظبط. هقول لك على حاجه، ما انا بتكلم في البوينت دي، لو هو صريح مع الناس وهو بيتكلم ان انا بنقل موديل، مش عيب، بالعكس انا بجيب موديلات من بره علشان برتقي مثلا بذوق السوق المصري. انما لو انا حطيت عليه اسمي وهو مش بتاعي، لا، ما هو ده كده مش عيب، هي دي كده سرقه ده تدليس يعني، طبعا. اللي هو طب ليه، طب اعمل كده ليه، طب ما هي ما دام مش حتتي طب ما انزلش فيها يعني، اوكي هنزل فيها بس ابقى صريحه اقول نظام ان ان انا ده اركب الموجة وخلاص، ان هو ده طب ما ليه يعني، بيعيش. انا هقول ان انا حد بينفذ وخلاص، حد انا مثلا بنفذ تبع مصنع، عندي مصنع بينفذ، اوكي، بس ليه اقول ان هو تصميمي هو مش تصميمي يبقى يعني. منفذ ازياء مش مصمم ازياء. بالظبط. لا، خلينا نرجع والمشكله للصور. انك انت بتلاقي ده بيطلع من مصممين ازياء كبار، دي الحقيقة للأسف احنا بنشوفها وللاسف فعلا. ممكن يكون مثلا اغلب الكولكشن تصميمهم بس، مثلا حتة حتتين في النص طب كده مش على بتاعتهم، فكره يعني الحته حتتين بيبقى دول عايز يكمل الكولكشن. ممكن يكونوا شوهوا الكولكشن بتاعك كله يعني، ممكن تكون حته واحده انت عملت فيها كده هي يعني بوظت سمعتك بوظت بالكامل، تعبه فعلا. فليه بتعمل كده خلونا بصراحه نرجع يعني. للصور تاني. التصميمات بتاعت إيمان، وعايزاكي بقى تشرحي لنا دول عبارة عن ايه؟ دول عبارة عن تصميمات. ممكن انت تبصي هنا في اوكي البلازما بتاعتك. اوكي اوكي تصميمات مستوحاة من المرأة الجريئة يعني. هقولك الموضوع من البداية، احنا في المعهد، انا زي ما قلت لك ان انا بدرس في معهد اسمه اوكي، بغض النظر عشان بغض ميبقاش النظر. اعلان يعني. جالنا بروفيسور، البروفيسور ده كان اختار اكفأ طلبة في المعهد على مدار يعني اخر كام سنة، وكان عددنا كبير جدا الحمد لله، تم اختياري من اكفأ الطلبة دول. خلى كل حد يطلع فكرة، يبقى عنده كونسبت معين يشتغل عليه. انتي شايفه طبعا، انا توجهي بحب الساكسي وايلد ليدي يعني، انا بحب الانثى الجريئه القويه، او ده توجهي. وطبعا فول ديتيلز، انا شايفه ان اقرب حاجه لكده يعني، انا في تخيلي ان المراه الايطاليه، تمام، هو معظم الفاشون بيتوجه لإيطاليا. بالظبط. انتي كان معاكي هنا ماتيريالز لان هما مختلفة؟ برضو بيمثلوا الغجر يعني، طبعا. معاكي ماتيريالز مختلفة وبناء عليه لمجموعة من بالظبط اقتبست استوحيت يعني، طلعنا المود بورد. المود بورد اها انك انت بتختاري ماتيريالز معينه والوان معينه بس كلها تبقى ماتشنج مع بعض يعني، ما ينفعش مثلا اخد ايه لون احمر مع ازرق مع اصفر، لا، ده كده مش كولكشن. الكولكشن ليه اسس يعني، لازم تكون الالوان ماتشنج، المفروض تكون الخامات ماتشنج مع بعضها ومع الفكره بتاعتك، وفي نفس الوقت لازم يكونوا كمان ماتشنج كتصميم يعني. انا مثلا اخترت باترن معينه هعمل بيها التصميم، الباترن دي اللي هي المربع، ما ينفعش دراس اعمل بقى فيه باترن مربع ودراس هعمل فيه باترن دايره، لا، لازم يكون الكولكشن متناسق، ده اسمه كولكشن، يكون متناسق في الالوان، يكون متناسق في الخامات، يكون لي يكون فكرة متناسق في موحدة التصميم. يعني. بالظبط بالظبط، ده الكونسبت، ان الفكره هي اللي بتنزلي الكلام ده طيب، كله. ده بيودينا لحاجة مهمة جدا، وهي انه بعض البنات، مش هقول معظم البنات، بعض البنات بيبقوا عندهم القدرة انهم يشتروا قطع مختلفة عجبتهم، لكن ما عندهمش القدرة على التنسيق انهم يتلبسوا مع بعض ازاي، او لو انا جبت انسامبل على بعضه ما بعرفش بعد كده اضيف عليه حاجة او اشيل منه حاجة. لا، انتي كده بتتكلمي في ستايلينج مش بتتكلمي في فاشن ديزاين. الستايلينج هو ازاي اقدر البس لبس على بعضه متناسق يعني، يكون مثلا البنطلون ماشي مع البلوزه بتاعتي ماشي مع الجاكيت، اني اعرف انسق يعني اوت فات على بعضه انا لابساه، ده كده ستايلينج. بس ده اول حاجة انت بتراعيها في شغلك. طبعا. لا، في حاجه، الفاشن غير الستايلنج يعني، في ناس مثلا اللي بيصمم ازياء، لا، هم بنصمم اوتفيت، الستايلنج بقى هو اللي بيجيب مثلا ايه الفنانين عايزين يلبسوا في فيلم معين، لا، انت هتلبس ده على ده على ده، وبيختار لها لبسها طول الفيلم، فده حاجه. والفاشن يعني مثلا اختيار الاكسسوارز مع التصميم ده ستايلينج؟ ده ستايلنج طيب بالظبط. انت عملتيه في تصميم زي ده صح؟ بس انت عملتيه لان انت دارسه الحاله، انت ما هو بتعملي حاله. لا، هقول لك، لان انا من ضمن توجهي غير ان انا
يعني بخاطب المرأة القوية الجريئة. أنا كمان تفصيلية جدا، وجزء من تفاصيلي دي إني بحب أعمل ماكسنج ما بين الأكسسوري والفاشن، يعني مش بتوظفيه يعني. بالظبط بالظبط، يعني مش بعمل مثلا هاند ميد في الفاشن. في ناس كتير بتعمل هاند ميد، الهاند ميد ده معروف، لو مثلا يحطوا أبليكة هنا أو يعملوا مثلا تطريز معين. لا أنا مش بعمل ده، أنا بجيب مثلا يعني قطع الاكسسوار الاكسسوري واخليها جزء في تصميمي. يعني انا مثلا عامله كولكشن فرعوني ان شاء الله احتمال ينزل في السامر سبرينج 2020، ده انا عامله فيه ماكسنج ما بين الفاشن وما بين الاكسسوري. عامله مثلا راس هو جاي من اول هنا، من اول الرقبه نزل على الصدر نزل على البطن لحد هنا، ده كله اكسسوري وستراس وفصوص ستراس فرعوني ده متخيط اساس في قلب التصميم. بالظبط. انا بديكي بس اكزامبل يعني طيب بالظبط. انا عايزاكي تقولي نصيحة للبنت المصرية تراعيها في لبسها. نصيحة للبنت المصرية تراعيها في لبسها، اولا البسي حاجات ملائمة للمكان اللي انتي رايحاه. يعني انا ممكن البس طقم شيك قوي بس الصبح مثلا، ممكن البس حاجه يعني بنوتي جدا بس في الشغل ما ينفعش. في الشغل يعني لكل خليكي مقام بالظبط، مقال زي ما احنا بنقول. خليكي فورمال في الشغل، خليكي انيقه بعد الظهر او في اي لقاء، ما تروحيش الجامعة كأنك رايحة خليكي بارتي. بالظبط بالظبط، خففي الميك اب بتاعك علشان في احنا بنشوف عدسات بتنور الصبح، هالوين. بنشوف بالظبط حاجات بالظبط، احنا بشعة. بنشوف هالوين بالظبط. دي اول نصيحه، الموائمه والملائمه للاتموسفير اللي انت فيه. نسبي جسمك، اعرفي ايه الحاجات اللي تلبسيها. بلاش مثلا يبقى بنطلون تايت على بادي تايت، طب بيبقى كله تايت في تايت، انت ماشيه ملزقه يعني. لا لبستي مثلا بنطلون تايت، طب الفجأة بتلاقيها عاملة زي البسي الحبل. البسي بلوزه واسعه، لبستي مثلا بنطلون واسع، البسي بمناسبة التايجر بقى اللي انت لابساه، في ناس بتبقى شايفة ان التايجر ده مصيبة المصايب، وان اي واحدة هتلبسه هيتخنها حتما، وان مش اي تايجر يتلبس، ومش اي درجة تايجر تتلبس. ازاي نقدر نوظف التايجر؟ لا هو الموضوع يرجع للذوق العام، يعني اي حد يقدر يلبس التايجر؟ اي حجم؟ لا اي حجم، لا ما ما هو ده انا ينفعش بتكلم تبقى فيه. تخينه وتلبس يعني تايجر التايجر دي بيتخن صح؟ بالظبط. ما ينفعش حد مليان من فوق يلبس تايجر، لان فجأة هتتحول لنمر. ده حقيقي ده حقيقي، ومش اي تايجر ممكن يتلبس، في تايجر بيبقى بلدي جدا جدا. صحيح، التايجرات الاحمر وفي دي حاجه بتبقى يعني انا مثلا بحب زي ما قلت لك، انا بحب الجبس ستايل، بحب الستايل الغجري والجريء والحاجات اللي هي ليها علاقه بالطبيعه. حتى على فكره انا كنت عايزه اوريكم المود بورد، المود بورد بتاعتي، بما ان انا عملت حاجات ليها يعني هي وايلد ست، يعني وايلد يعني بري، علشان الناس مش عارفه يعني ايه وايلد. اخترت مثلا خامات من الطبيعه زي الفير، زي الفرو، زي الجلد، الجلد. زي الجلد المطبوع عليه مثلا رسومات حيوانات، تعبان، تمساح، جميل جدا. المتل انا طبعا وهكذا. ايمان يعني كان نفسي اقعد معاكي اكتر من كده، لان اوكي معاكي حاجات اوكي جميله، لكن اوكي للاسف وقت ميرسي جدا فقرتنا انتهى. ميرسي جدا. بشكرك على وجودك معانا، وبالتوفيق يا رب ان شاء الله، يا ونشوفك رب من يا اهم رب مصممات الازياء ان في شاء مصر. الله ان شاء شكرا الله. لك. شكرا لك.